فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء فهل من مدكر فكيف كان عذابي الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحق ما الحق وما أدراك ما الحاقة كذب الثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة الحاقة ما الحاقة
فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل تري لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها
ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ ترون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاهم اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والشمس
والقمر إذا تلاها والنهار إذا جليها والليل إذا يغشيها والسماء بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها